ونبقى في عالم الطب، ولكن دراسة أخرى، فقد كشفت دراسة طبية نيوزيلندية أن ممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي يفيدان كثيرا في تحسين حالة المريض وتقليل الالتهابات والخشونة وهشاشة العظام، والتي تعد سببا رئيسيا في الإصابة بهذه الحالة. الدراسة اختبرت 206 أفراد من كبار السن وتابعتهم لمدة عامين، وذلك بعد تقسيمهم إلى قسمين: الأول يتلقى الرعاية الطبية المعتادة، والثاني يمارس الرياضة بانتظام والعلاج الطبيعي بالإضافة للعلاج التقليدي. ويذكر أن الأطباء يوصون ب 150 دقيقة أسبوعيا من الرياضة لكبار السن، لما لها من أثر في الوقاية من الأمراض.